برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام إنما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تكتيك سبورت يأتيكم عبر قناة الجزائر الدولية. سنتحدث فيه عن آخر المستجدات بخصوص رابطة أبطال إفريقيا والجولة الثانية مع ضيفي الكريم المدير الفني لشباب الوزداد الجزائري. إذن بعلام لاروم، أهلا بك بعلام. أهلا وسهلا وسلام على جميع المتفرجين الكرام. وسيلتحق بنا بعد لحظات قليلة من الآن مشاهدينا الكرام المحلل الرياضي من مصر أحمد هشام للحديث عن كما قلت مستجدات الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا. شبيبة القبائل التي فازت على الوداد البيضاوي المغربي، ونتوقف عند شباب بلوزاد الجزائري الذي انهزم أمام الترجي التونسي والهلال السوداني الذي حقق فوزا ثمينا على الأهلي المصري، ومباراة التي جمعت بين المريخ السوداني والزمالك المصري انتهت بنتيجة التعادل السلبي. نبدأ إذن مشاهدينا الكرام بالمجموعة الأولى، شبيبة القبائل التي تمكنت من الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا الموسم الماضي بهدف دون رد. الهدف الوحيد في المباراة سجله اللاعب سياد في الدقيقة 87 من المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. إذن بعلام لاروم، فوز كبير ومستحق لشبيبة القبائل أمام الوداد البيضاوي، كيف تابعت المباراة؟ أكيد أنه الفوز مهم وفي محله. يوم نشوف أنه فريق البيضاوي يعني جاء بقصد التعادل على الأقل، لكن يوم نشوف شبيبة القبائل بمستوى نقدر نقوله متواضع لكن إرادة كبيرة، يعني خاصة من ناحية الفرديات. ممكن نقولوا ما كان عندهم انسجام كبير، لكن تحس أنه الإرادة اللي كانت موجودة كبيرة وحب الفوز خاصة في 5 جويلية يعني بعد سنوات. هذا يعني يوم نشوف نوفل بن حمو مع سنه، يعني الطريقة اللي كان يعني يحاول يسجل بها، تحس أنه هذا الفريق عازم على هذه الأمور. ما كان يضغط على الرجاء البيضاوي، ما كان يضغط يعني الوداد البيضاوي اسف، ما كانش يضغط وما كانش يحوس يلعب من كان همه الوحيد انه لازم يفوز. وما جاء هو في يعني كرات يعني حتى في الدقائق الاخيره يعني جات بكره يعني ثابته والطريقه اللي تسجلت بها انه كما كانت باي طريقه كانت تدخل، خاصه المدافع يعني والطريقه اللي سجلها اللاعب سياد كانت كلها يعني قعدوا امنوا حتى اخر دقيقه. جميل. حتى الان شبيبة القبائل في المركز الاول، وسنتابع جدول الترتيب مشاهدينا الكرام. هذه المجموعه، المجموعه الاولى، شبيبه رفقه بيترو اتلتيكو، اذا بيترو اتلتيكو الانغولي كما نلاحظ في المركز الاول باربع نقاط فارق الاهداف بالنسبه لبيترو اتلتيكو بزائد هدف، والمركز الثالث فيتا كلوب بنقطة واحدة، والوداد البيضاوي في المركز الأخير بنقطة واحدة. أحمد هشام معنا من مصر. أحمد أهلا بك، وفي البداية كيف تقيم أداء شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا؟ تفضل. اهلا بك صديقي عمر، ولكن وطبعا اهلا بكابتن علام لاروم، هارد لك على مباراه النهارده. يعني عايز اقول لك ان من احلى مباريات شباب بلوزداد، ويمكن هي الفرقه الاقوى اللي بتقدم اداء الاقوى في البطوله يعني. لكن يا عمر، قبل ما اتكلم عن التكتيك والكلام ده كله، اسمح لي اتكلم دقيقه واحده بس عن التنظيم.
عيب قوي لما نبقى ثالث اكبر بطوله دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال بعد دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا، تكون دوري ابطال افريقيا ولا نستخدم الفار الا في الادوار القضائيه. وعيب قوي ثالث اكبر او اكبر دوله اكبر قاره عامه في العالم بنصدر لعيبه سواء للمنتخبات او الفرق وما نستخدمش الفار الا في الادوار الاقصائيه. انا عندي علامات استفهام كبيره جدا، ويا ريت التحكيم كويس، التحكيم للاسف هزيل جدا، فاعذرني لو كنت بتكلم عن سلبيه ولكن سلبيه كبيره جدا. النهارده شباب بلوزداد كان في كوره، قبل يا احمد قبل الحديث عن شباب بلوزداد نتحدث عن شبيبه القبائل التي حققت فوزا ثمينا امام الوداد البيضاوي المغربي، والان تتواجد في المركز الاول رفقه بيترو اتلتيكو. انا ما بتكلمش عن فرقه بعينها قد ما بتكلم عن الاخطاء التحكيميه، انا بتكلم عن الكوره اللي هي انفراد كان ممكن تيجي جول. امبارح بنشوف ضرب الجزاء لم تحتسب لنادي الزمالك، بنشوف اخطاء كارثيه من التحكيم. قبائل لعب ماتش يمكن ممكن نقول سرق الفوز من الوداد البيضاوي، لكن الاداء لم يقنعني بصراحه، يعني مش زي شباب بلوزداد. شباب بلوزداد انا شايفه الاقوى تكتيكيا، يمكن هو اقوى فرقه انا شايفها تكتيكيا في البطوله كلها بصراحه. اما شبيبه القبائل انا شايف ان هي كسبت عن طريق الصراعات الثنائيه، يمكن الوداد مش في حالته، ما كانش متوفق، يمكن ما شفناهوش كمان الشوط الثاني كان بيحاول بجديه ناحيه المرمى. فشابوه لفرقه شبيبه القبائل، هي دلوقتي متصدره المجموعه مع بيترو اتلتيكو. نتمنى ان هم نشوفهم هم وبيترو او هم والوداد، بصراحه اتمنى ان هي والوداد يصعدوا، لان انا على صعيد فرق المغرب انا بشجع الوداد يعني. نعود لك، شكرا لك احمد بعلام لاروم. شبت قبائل اليوم باربع نقاط مع بيترو اتلتيكو، في المركز الثالث كما قلت فيتا كلوب بنقطه واحده رفقه الوداد البيضاوي. ألا ترى بأن حظوظ الشبيبة كبيرة في التأهل إلى الدور النهائي في هذه المجموعة بكل أكيد صراحة؟ أكيد يعني حتى يعني اللي تعادلوا معها يعني راهو معهم يعني بأربع نقاط، ونشوف الفريقين اللي راهم كما نقولوا في ذيل يعني القائمة، آسف على العبارة، نشوف أنه هذا كما أقول لك مكسب حتى الآن، لأنه الباطل ما هو اللي يفوز كل المباراة، الباطل هو اللي ينهزم أقل. الآن لو نشوف يعني فوز مباراة يعني ما عندهمش انهزام، المباراة اللي يبقاو يعني كما أقول لك حتى لو ينهزموا وحدة راح يكون أكثر شيء يعني حظ، وكما أقول لك تقربهم إلى حتى الشيء الجميل أنه شباب القبائل عادت بنقطة ثمينة من بيترو أتلتيكو، واليوم بيترو أتلتيكو فاز على فيتا كلوب في فيتا كلاب يعني. والمباراة المقبلة سنشاهد المباريات في الجدول التالي مشاهدين الكرام، الشبيبة ستتنقل إلى الكونغو لديمقراطية لمواجهة فيتا كلاب، هذا هو الجدول مشاهدين الكرام. الجمعة 24 فبراير الوداد البيضاوي المغربي يستقبل بيترو أتلتيكو الأنغولي، ويوم السبت 25 فبراير فيتا كلوب الكونغولي يستقبل شبيبة القبائل الجزائري. حظوظ كبيرة للشبيبة، هذا هو يعني يوم يعني اللي تعادلت مع شبيبة القبائل الآن هو راح فاز خارج ميدان يعني يبقى هذا الفريق يكون مصدوم، لأنه فيتا كلوب ما هو فيتا كلوب زمان يعني بكل صراحة، لكن الآن شبيبة القبائل راح يعني حتى ولو بالتعادل راح يكفيهم، وهذا هو الباطل يعني يعني خارج الديار يتفادى الخساره خارج الديار، هذا هو الباطل يعني. اللي ما ينهزمش اقل يعني لو يزيدوا يجيبوا التعادل راهم كما اقول لك بخمس نقاط، واليوم يرجعوا حتى ولو يزيدوا يتعادلوا هنا راهم يعني هذه الظروف كلها راح تخذلهم باش يتصدروا المجموعه، حتى يعني كما اقول لك يكونوا يتصدروا بكل قوه. صحيح. احمد هشام، شبيبة القبائل كما قلنا في المباراة المقبلة ستواجه مضيفها فيتا كلوب الكونغولي، كيف ترى حظوظ شبيبة القبائل في هذه المباراة؟ لا، حظوظ شبيبة القبائل لازم تلعب على هي عندها روح معنوية كبيرة جدا طبعا، رايحة ماتش صعب في الكونغو، الأجواء بتاعت الكونغو أصلا بتبقى صعبة والجو بيبقى حر، لازم يوزعوا المجهود، وطبعا المدربين يتكلموا معاهم في حاجة زي كده.
شبيبه القبائل شايف ان الجرينتا عندهم عاليه جدا والثنائيات بيتفوقوا عليها بكل سهوله مع الفرق المنافسه. شايف ان هم عندهم حافز واصرار ان هم يعملوا حاجه ويوصلوا لابعد نقطه ممكنه في البطوله. يعني اتمنى ليهم طبعا التوفيق، واتمنى للوداد كمان التوفيق. ماتش صعب، استعاده هيبه بطل البطوله السنه اللي فاتت بعد كمان ما انكسر في كاس العالم للانديه، برضه مهمه صعبه مع فرقه زي بترو هي كمان المتصدره. اتمنى برضه لها التوفيق هي وشبيبه القبائل ان شاء الله، ويفرحونا ان شاء الله ويشرفوا العرب بامر الله. يلا مين الشكر لك احمد. نتوقف الان عند المجموعه الرابعه مشاهدينا الكرام، وقبل لحظات قليله من الان انتهت مباراه شباب الوزاد وضيفها ترجي التونسي. الشباب انهزم بهدف دون رد، الهدف الوحيد في هذه المباراه سجله لاعب الهوني في الدقيقه 81 من المواجهه. قبل ان اتي اليك بعلام لاروم، نتابع جدول الترتيب المجموعه الثالث الرابعه مشاهدينا الكرام. إذا الترتيب على النحو التالي: في المركز الأول الترجي التونسي بست نقاط، شباب الوزاد في المركز الثاني بثلاث نقاط، المركز الثالث يتقاسمه كل من الزمالك والمريخ بنقطة واحدة في هذه المجموعة. بعلام لاروم، بكل صراحة، هل كنت تتوقع أن الشباب الوزاد ينهزم اليوم أمام الترجي وهو العائد بفوز ثمين في المباراة الأولى الجولة الأولى في مصر أمام الزمالك المصري اليوم بنفس النتيجة اللي فاز فيها في مصر انهزم بها في الجزائر؟ متوقع لا، لكن هذه هي كرة القدم. يعني يوم بدينا نشوف المباراة، يعني بكل صراحة خسارة مرة بكل كما أقول لك صفاتها، لكن امام فريق بكل صراحه محترم، هو ايضا قوي منظم، طريقه لعبه حديثه كثير، ويعني كما اقول لك كل الجمهور اللي جاي يساند الفريق بروح كبيره. عرف كيف حوالي 5000 متفرج تقريبا من تونس، ايه هذوك اللي يعني دخلوا الحدود يعني، وتشوف انه لكن عرفوا كيف يعني، خاصه المدرب نبيل معلول يعني قوي كثير من ناحية تاكتيكية، فوق على نبيل الكوكي، على نبيل في نبيل يعني نبيل. إخوان هما ومدربين تونسيين في أيوة هذا، ولكن تشوف أنه فريق جاء منظم وجاء على الأقل، يعني ماهوش جاء ويمكن نقول لك حابس على أنه يعني يدي تعادل، طريقة اللي يلعب بها يعني 4-5-1، وخاصة انه 4-5-1 تاعهم بعض الاحيان يربعوا يرجعوا 4-2-3-1، حتى بعض الاحيان 4-5 حتى يلحق 4-6. لكن شوفوا انه بدايه شباب الوزداد كانت جميله لانه حاول انه يضغط عالي، لكن القوه قوه الترجي كانت في الوسط، يعني باش تمر الخطوط الثانيه اثنين اللي في الوسط صعب عليك، خاصه الفريق هذا يوم يحاول يعني يمتص، حاول من الدقيقه الاولى هو يلعب وراء ويمتص كل يعني كما اقول لك قوه الشباب يعني بالوزداد. لكن جات فتره حوالي من 30 دقيقه حتى ال 45 دقيقة شباب الوزداد جاتوا بعض الفرص بدون صحيح العديد من الفرص بدون ما يسيطر، حتى انه فرصة من الفرص لشباب الوزداد كانت اصطدمت بالعارضة وكان قريب من تسجيل أيوة الهدف في العديد من المرات. هو هذا يعني هذاك اللي كان واحد في الأخير، لكن في الفترة الأولى كان يعني جات فرص وكان ممكن يسجل والمفروض كان يسجل. ماذا كان ينقص اليوم شباب الوزداد من أجل تسجيل ولا حتى هدف في هذه المباراة؟ هو كثرة الثقة وكما أقول لك بوكو بليس كما أقول لك دو سيرينيتي، يعني كما أقول لك أمام المرمى هذا واحد، وثانيا أنه كانت بعض اللاعبين أكثرهم فرديات، لكن فرديات أمام فريق قوي صعب، يعني خاصة منظم، يعني ممكن كما قلت لك كما كان دراوي ولا كما قلت لك ومومبا ولا كما قلت لك ايوالا
كان يعني يجيب بعض كما قال الفاولات، لكن بعض الاحيان هذوك ما تحتاجش الفاولات هذوك يعني لي فوت هذوك باش ضربهم، ممكن يعني توغل يعني داخل منطقه الجزاء، هذا احسن من كما قلت لك، لانه ما واش تولي يوم تدخل راح يخلوك تلعب و50% هي ضربه جزاء و50% هذاك هو الهدف. هو الهدف. لكن ما لا ننسى انه طوبة يعني دار مباراة قوية، وحارسهم يعني جبد يعني كان تألق حارس ترجية تونسي في المباراة، جبد كورتين يعني صعب كانك تجبدهم. جميل أبو المنارم. أحمد هشام، لو نتابع الإحصائيات هذه المباراة نرى بأنه شباب الوزد تفوق في هذه الإحصائيات، تصور بأنه استحوذ على الكرة 61% مقارنة ب 39% للترجي التونسي، مثلا تسديدات هناك 23 تسديدة نحو المرمى لشباب الوزاد وستة فقط للترجي، الاستحواذ على الكرة 296 يعني تمريرة كانت بالنسبة للترجي، و 478 تمريرة بالنسبة للشباب. أما الهجمات كان 86 هجمة بالنسبة للترجي و 109 هجمة بالنسبة لشباب الوزاد. الإحصائيات صحيح هي لمصلحة شباب الوزاد، لكن في الأخير الفوز كان للترجي التونسي، كيف كان ذلك؟ هو أنا ممكن مش عاوز أكون قاسي على الترجي وأقول فاز من لا يستحق، ولكن شباب بلوزداد هو من أمتعني وأقنعني بصراحة. شباب بلوزداد تسيد المباراة من أولها، يمكن الترجي كان مذبذب الأداء طول المباراة من قوة ضغط شباب بلوزداد عليه. يمكن أنا ممكن أكون أختلف شوية من نظرتي مع كابتن علام أروم في حتة ان الترجي كان واقف كويس وكان يعني منظم الى حد كبير، شايف ان لا، عدم التوفيق لإضاعة الفرص من شباب بلوزداد هم اللي ضيعوا الفوز بايديهم. انا عايز اقول لك ان النتيجة النهارده ممكن تكون كارثية لنبيل معلول، النهارده لوارا ولا لوارا مش عارف الاسم بالظبط، اللي هو اللاعب النيجيري النهارده روغ حتى حارس المرمى وطلعها بره، كوره النهارده في العارضه، كوره من على خط الجول، النهارده كذا كوره كانت ممكن يبقى الماتش يبقى 4-5 مرتاح جدا لشباب بلوزداد، لولا ان كوره شايف ان برضه يعني فيها نسبه توفيق كبيره جدا، شوطه من بره ال 18 من حمدي الهوني اللي كان موفق فيها كبير يعني كتير جدا، راحت في اقصى الزاويه، هي دي اللي خلصت المباراه. شابوه للترجي ان هو قدر يكسب وانه سرق المكسب من شباب بلوزداد، لكن بصراحه شباب بلوزداد لو عندهم راس حرب مميز انا شايف ان الفرقه دي يعني هي متكامله من اول حارس المرمى لحد قبل راس الحربه، يعني حتى الاطراف والاجنحه مميزين جدا، بالعكس ممكن بالخطر شويه اللي هو الباك رايت، شايف ان هو مميز في الناحيه الدفاعيه شويه، مش ما بيقدرش يزيد وبيعمل كروس، يمكن بيعوضها شويه دراوي اللي بيمين ناحيه اليمين عشان خاطر يعمل الكروسات والكلام ده كله، لكن هي بصراحه فرقه مميزه جدا شباب بلوزداد، وبصراحه انا متضايق جدا ان هم كمان خسروا مباراه النهارده، يعني اقول لهم هارد لك بجد والله، يعني انتوا خسرانين لكن كسبانين احترام الفرق الثانيه وكسبانين احترام جمهوركم، ودي اهم حاجه. جميل. احمد هشام، نبقى دائما في هذه المجموعة ونتوقف عند مباراة المريخ السوداني والزمالك المصري التي انتهت بالتعادل السلبي، لا غالب ولا مغلوب في هذه المباراة. الأوراق إذن تختلط ربما نوعا ما في هذه المجموعة بعلام لاروم، خاصة بعد خسارة شباب بلوزداد. صحيح أنه في المركز الأول هناك ترجي بست نقاط والشباب بثلاث نقاط والزمالك بنقطة واحدة والمريخ بنقطة واحدة، لكن حظوظ ربما كل المنتخبات الفرق قائمة في هذه المجموعة، أليس كذلك؟ وكيف ترى حال خاصة الزمالك اليوم يا أبو علام في هذه المجموعة؟ يعني حتى الان الزمالك انهزم في الجوله الاولى واليوم تعادل، يعني هذا صعب، هذا صعب يعني، لانه كان مفروض يعني كان ممكن يصحى، لو صحى وفاز
على المريخ كان ممكن يرجع، لكن الآن واش صار؟ صار أنه حظوظ شباب الوزداد بقت يعني كبيرة خاصة بهذا التعادل، تعادل يعني الفريقان، يعني هذا صار مكسب للشباب الوزداد. احنا كما نقول لك أسفين على الهزيمة، لكن هذا التعادل يخدم كثير شباب الوزداد. صحيح، هو المهم أنه يسترجعوا قوتهم، لكن لا ننسى يعني ماهوش مبرر، لكن ما ننساش أنه شباب الوزداد يعني حوالي شهرين هو يتحضر بدون لاعبين يعني الدوليين المحليين، هذا واش خلاه يعني ما عندوش الانسجام الحقيقي لشباب الوزداد. هذا يعني هذا يكون يعني كما نقول لك الهزيمه هذه، لانه شفنا بعض من ناحيه الخطط يعني الجماعيه كانت ناقصه، وهذا سبب من اسباب تقريبا حتى يعني كانت المعسكرات كانوا بعض اللاعبين ناقصين اللي شفناهم في الشان، هذا يأثر كثير كثير، خاصة يوم تلعب كاس تشامبيونز ليغ مستوى كما نقول لك كما تكرم قال لك مستوى قوي، والناس خاصة هذه الفرق هذيك كانت ما لعبتش المنتخب تاعها ما لعبتش وكانوا يحضروا للتشامبيونز ليغ، لكن الشباب الوزداد من سوء حظه انه لاعبين تاعو كانوا يلعبوا في الشان هو يحضر حتى بالايفنت، يعني هذا من جميل. شباب الوزداد بعلام نستمع لراي احمد هشام، يعني الزمالك المصري يعني هو ليس في احسن احواله هذا الموسم يا احمد، لماذا؟ لا دي عوامل كتيرة جدا بصراحة يا عمر، يعني علامات استفهام كبيرة من أول بداية الموسم السنة اللي فاتت، كان الزمالك واخد بطولة الدوري وواخد كمان كاس وواخد قبلها كمان الدوري، كان متسيد تقريبا البطولات المحلية، وكمان كان عنده لعيبة كتير كمان كانت مشيت المفروض ان هو كان يعوضها، لكن للأسف ده ما حصلش، عدم تدعيم الفرقة زائد كمان اللخبطة اللي عملها المدرب جوزفالدو فيريرا بانه حب ان هو يعمل الادوار المركبة ويغير طريقة اللعب اللي هو كان بيلعب بيها والمعداد، وللأسف دي ضيعت شكل الفرقة. طبعا بداية الموسم لعبنا كاس سوبر لوسيل للأسف بالتكتيك الجديد اللي هو كان بدأ ينفذه، وللأسف الزمالك كان خسره، وجي بعديها ماتش السوبر مع الأهلي خسره، وجي بعدها كمان خسر بطولة الكاس، والنهاردة تقريبا رابع أو خامس الدوري. كل ده طبعا الحالة النفسية، شخصية البطل، كل التذبذب ده طبعا بيدل النهاردة بنشوفه في الملعب. للأسف يعني عيب قوي لما برضه بنتفرج على فرقة بحجم وقيمة نادي الزمالك لما نلاقيها ان هي عملت هجمة او اتنين منظمة في الدقيقة 28 وقبلها في الدقيقة تقريبا 14 ولا 15، هم دول الهجمتين المنظمتين بس في الماتش كله، تعرف ان قد ايه انت الكواليتي بتاعتك تقريبا او الشخصية شبه منعدمة. لازم يحصل تجديد في الكواليتي اللي موجودة من ضمن اللعيبة، لان بصراحة يعني احنا ما فيش اي حاجه نتكلم فيها كوره، لان في الماتش كله الفرقه حتى بتاعت المريخ للاسف هي فرقه برضو ضعيفه جدا جدا، انا بستغرب هي ازاي دي متصدره الدوري السوداني. فرصه شباب بلوزداد والترجي بصراحه اقوى كتير، زائد كمان ان هم هيقابلوا الفرقتين الجريحين دول، يمكن الزمالك هيطلع بره لتونس والمريخ سيستقبل شباب بلوزداد. صحيح تمام، فأنا شايف إن فرصتهم أقوى بكتير من الزمالك. أتمنى طبعا بما إني زملكاوي مصري أتمنى إن الزمالك ينهض ويرجع لسابق أمجاده، لكن المباراة اللي جاية قوية جدا مع الترجي مع نشوة الانتصار بتاعة الترجي، صعب صعب جدا الزمالك يعني. جميل صعب. أحمد نطوي حديثنا عن هذه المجموعة الرابعة، ونتحدث عن المجموعة الثانية ولو على السريع يا أبو علام الأروم، هذه المجموعة التي انهزم فيها تصور الهلال الأهلي المصري، انهزم أمام الهلال السوداني صحيح في أمام في السودان في أم درمان، لكن على الورق نقول بأنه الأهلي المصري هو الأقرب للفوز، لكن اليوم انهزم بهدف دون رد، كيف ترى هذا النتيجة؟ هو بعض الأحيان يعني الناس يعني كما تشجع ما قبل يعني وتتحضر للفريق القوي، يعني يوم تكلمني على الهلال السوداني لأنه نحذر من الفرق السودانية لأنه ما عندهاش يعني دائما يعني نفس كما أقول لك القوة، لكن بعض الأحيان في المفاجآت ممكن
اقوى 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 فرق. لكن هما لا ننسى انه التحدي بين الاهلي السوداني والاهلي الهلال السوداني والاهلي المصري موجود من زمان من زمان ويتعارفوا كثير دربي كبير يتعارفوا من يعني كما اقول لك كالام والولد. جميل ابو علام، بقيت دقيقه ونصف لك احمد ان تتحدث عن الاهلي المصري وعن هذه النتيجه، تفضل. بصراحة الأهلي فاجئني جدا في أدائه النهاردة، وكمان خصوصا في الشوط الثاني اللي هو تقريبا شبه ما جاش. مارسيل كولر عليه الاعتراف ببعض الأخطاء اللي موجودة في لعيبة النادي الأهلي، وأبرزهم طبعا حارس المرمى ومحمد الشناوي والباك ليفت علي معلول. هو طبعا طلع علي معلول النهاردة، وديانج عنده مشكلة برضو في حتة لاعب رقم 10 ومصمم برضو يلعب بلاعب رقم 10، وعنده مشكلة أكبر بكتير بس دي هو معترف بيها إن هي غياب راس حربة. دي من ضمن الحاجات اللي هي في الأهلي من ضمن المشاكل اللي موجودة. لكن الأهلي مفروض إن هو راجع بين النفسية بتاعة كاس العالم للأندية وهزمته في ماتشين ورا بعض أربعة مأثرة جامد جدا على اللعيبة، زائد كمان إن اللعيبة المصرية مش متعودة إن هي تلعب في العصر، ودي عارف طبعا ليها طقوس يعني بعيده شويه عن ان انت تلعب بالليل. طبعا بتبقى قايم براحتك شويه، لكن دي المفروض انت بتقوم بدري وبتاكل برضو بدري شويه. احنا اللعيبه عندنا مش مهيئه للاجواء دي شويه، لان احنا عندنا دايما بنلعب كل ماتشاتنا بالليل. انا عارف ان دي ممكن ما تكونش عذر قوي، لكن للاسف يعني دي ممكن تتحط شويه ان احنا ما بنعرفش نلعب وسط الحراره والاجواء دي يعني. الاهلي عنده فرصه كبيره، انت بتتكلم على ماتش واحد ان هو خسره وكمان خارج الارض مش جوه بعكس نادي الزمالك، فعنده فرصه قويه جدا على الورق يقدر يفوز هو يصعد هو وسان داونز. اتمنى للنادي الاهلي طبعا التوفيق. شكرا لك احمد هشام، نتمنى التوفيق لكل هذه الأندية سواء المصرية ولا الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا. شكرا لك أحمد هشام من مصر، وشكرا موصول لأبو علام لاروم أيضا. شكرا لك أبو علام. شكرا لك، وأتمنى لك كما قلت الفوز لشباب الوزداد إن شاء الله، فرص موجودة قائمة إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا موصول لكل من خدمكم في هذا البرنامج، برنامج تكتيك سبور. إلى اللقاء. لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.